الذي أنشأته الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح الآن يمتلك مشروع دعاية وإعلان لتصميم الكروت داخل مصر وخارجها. بنعرض كل الشغل بكامله كأن الزبون او العميل معانا في المكتب، بننفذ له الشغل، وقبل ما ينجي لو كان بعيد بنعرضه على الموقع، بيتفرج عليه، بيسيب تعليق، بيسيب بصمة جميلة، عايز كذا، عايز زي دي، طب دي بكام، على نطاق اوسع واحسن بكتير طبعا، صفحة كاملة على الانترنت لينا. قضية التسويق من القضايا الهامة التي تعوق توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا عالجتها وزارة الاتصالات بإنشاء المواقع الإلكترونية التسويقية لهذا الغرض. كان بيبقى فيه صعوبة إن المنتج يقدر يوصل والدعاية توصل لكل المحافظات، وده اللي قدرت المشروع بتاع وزارة الاتصالات والتسويق الإلكتروني والإي ماركتينج إن هو يقدر ينفذ ده. وفرت لنا الفرصة إن احنا نعرض مشاريعنا ونبتدي نسوق لها، لأن احنا كان عندنا مشاريع كتيرة ومش قادرين نسوق لها ولا قادرين ان احنا نعلن عنها. وقد ساعد التسويق الالكتروني أسامة فرج في التوسع في مجال تسمين وتربية الابقار. بعد ما خدت دورة التسويق الالكتروني عملت موقع على النت، بديت اعمل موقع وانزل مقالات وصور ليا ومعلومات عن الابقار، فبدا الاقبال على الموقع وبدا الاتصالات بيا من داخل القاهرة ومن بره القاهرة. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يقتصر على التدريب والتسويق فقط، بل امتد ليشمل الدعم الفني والتطبيقات التكنولوجية. لمياء موافي، التلفزيون المصري. الآن موعد أخبار المال والأعمال ومحمود يوسف.